صباح الخير أو مساء الخير. دي أول حصة أنا هعملها أونلاين باللغة العربية. أنا حاولت قبل كده إن أنا أعمل إنجليش وعربي في نفس الكلاس أو في نفس الحصة، ما كانتش هايلة يعني، لأن اللي بيعرفوا إنجليش اتضايقوا لما بتكلم عربي، واللي بيعرفوا عربي اتضايقوا لما بتكلم إنجليش. فخلينا نتكلم بالعربي كل الكلاس ده، كل الحصة دي، لأن أنا عايزة أعلم الوطن العربي. أنا مصرية وعايشة بقالي كتير قوي برا مصر، بس عمر ما مصر خرجت مني، وعمري ما نسيت ان انا لازم افيد المصريين والوطن العربي بكل اللي انا بعرفه. انا بفيد العالم كله، بلاد كتيرة قوي وجنسيات كتيرة قوي درسوا معايا، اغلبهم مشاهير دلوقتي. انا محتاجة اعلم المصريين وطن العربي بكل المعلومات اللي عندي، لأن اكتشفت إن ناس كتيرة قوي بتتعلم ميوزك ستارت، يعني بيبتدوا من 80 سنة و90 سنة. فلقيت إن العالم الغربي يعني مهتم قوي بالموسيقى، ليه إحنا كمان ما نهتمش؟ وليه إحنا كمان ما نحققش حلم كان في نفسنا واحنا صغيرين؟ في ناس كتيرة قوي كان نفسها تتعلم لكن الظروف ما سمحت لهاش. فتعالوا نتعلم موسيقى، اللغة العالمية اللي كل الناس بتقراها نفس الحكاية. يعني لما أعرف أقرأ موسيقى كل الدنيا بتقرأ نفس الكلام. أنا هعلم بطريقتين مختلفين. في بلاد بتقول دو ري مي فا سول لا سي دو، وبلاد بتتعلمها بالحروف سي دي اي اف جي اي بي سي. هو نفسها نفس الحاجة بالظبط، لكن كل حد بيقراها بطريقة مختلفة. تعالوا بينا نتعلم ازاي نقرا موسيقى. أول حاجة أنا هعلمها لكم هي نظريات الموسيقى. عشان أقرأ موسيقى لازم أعرف إن أنا بكتبها على 5 خطوط، 1 2 3 4 5، أو 1 2 3 4 5. 5 خطوط و4 مسافات، كل خط عنده اسم وكل مسافة عندها اسم. أنا لو قلت طب هعرف الأسامي إزاي في كل خط، لازم أتعلم إن في حاجة اسمها مفتاح صال، هو ده اللي بيفتح لي كل الطريق إن أنا أعرف يعني أقرأ موسيقى. فهاجي هنا وعلى الخط التاني واحط بوينت كده، واطلع اطلع وانزل وانزل واطلع تاني، ده اسمه مفتاح صار. بالانجليزي عشان لو في حد عايز يدرس زي ما الطلبة بتوعي درسوا في ترينيتي كوليدج، اسمه تريبل كلاف. تريبل كلاف. انا شايف انكم مش ممكن تكونوا مش شايفين اللي كتبته. Sorry about that. اسفة. مفتاح صال او تريبل كلاف. اوكي. وبعدين هبتدي اروح اكتبه لكم تاني هنا من الخط التاني، وبطلع وبعدين انزل وبعدين انزل تاني. ليه اسمه مفتاح صال؟
علشان انا ببتدي اكتبه من الخط التاني، فالنغمة اللي على الخط التاني دي هي صاحبة المفتاح، اسمها صال. صال أو صال. في بلاد تانية بيقولوا عليها جي. ليه؟ هي نفسها ما فرقتش خالص أي حاجة. يعني أنا لو كتبت هنا على الخط التاني دي هي دي، هي جي هي صال. جي أو صال هي نفس النغمة. لو أنا رحت بعد جي أو بعد صال نغمة هنا اسمها لا، اسمها لا. هنا هيبقى اسمها ايه يا ترى؟ هيبقى اسمها اي. لو رحت تاني على الخط التالت هيبقى اسمه سي او تي. بلاد بتقولها سي وبلاد بتقولها تي، بس هي نفس النغمة وهي نفس الطريقة. هنا برضو هروح الخط التالت هيبقى اسمه ايه هنا يا ترى؟ بي. بي. لو رحت تاني اعلى ورحت المسافة التالتة هتبقى اسمها دو. دو. دي سي. تمام. هنا هاجي هنا وهحط المسافة دي واقول عليها سي. يبقى انا عندي هنا صال لا سي دو، هما نفسهم بالظبط جي اي بي سي. هرجع انزل تحت من الصل، هنا اسمها فا. فا نفس المسافة الأولى هنا اسمها اف. اف. هنزل تاني الخط الأول يا ترى اسمه ايه؟ اسمه مي. اسمه مي. هنا هيبقى اسمه ايه الخط الأول؟ اي. اي. هنزل كمان تحت الخطوط الخمسة اسمها راي. هنا هيبقى اسمها ايه يا ترى؟ اتس دي، اسمها دي. لو نزلت كمان هلاقي لازم احط اكسترا لاين تحت الخمس خطوط اسمها هنا راي، ودي اسمها دو. دو. هير What the name of this type اسمها ايه يا ترى؟ سي. اسمها سي. اوكي دلوقتي انا عرفت دو ري مي فا صول لا تي دو او سي دي اي اف جي اي بي سي. عارفين ده اسمه ايه؟ سلم دو الكبير. يعني ايه سلم دو الكبير؟ واي ليه اسمه الكبير؟ علشان هيبقى عندنا سلم صغير. عندنا في البيانو او في الميوزك ان جنرال، في كل الموسيقى في عندنا سلم صغير وسلم كبير، فهنا ده اسمه
C major scale. علشان احنا بعد شوية هنتعلم المينرز. اوكي فده C major scale او سلم دو الكبير. ده مهم جدا ان احنا نتعلمه لان هو ده اهم حاجة في السلالم كلها وفي الميوزك كلها. اول ما اتعلم ده هيكون سهل عليا قوي ان انا اتعلم الحاجات اللي بعد كده. فاحنا دلوقتي عرفنا سلم دو واسامي النوتات او النغمات ازاي اقراها وعلى اي خط وعلى اي مسافة. C major scale. I start from C and I end on C. ببتدي في دو وبخلص في دو او ببتدي في C وبخلص في C. انا هشوفكم تاني بس ايه بتمنى انكم تستمتعوا بالكلاسز دي بالدروس دي وانها تفيدكم، انها هتفيد الذاكرة للكبار وهتفيد الصغيرين ان هم يكونوا اشطر في المدارس. بحبكم قوي وان شاء الله اشوفكم قريب. يلا اشوفكم قريب في سلام وامان. بحبكم.